السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام. طبعا احنا النهاردة حبينا نعمل لكم فيديو صغير كده هنعرفكم فيه فرق بين انواع الصدفيات اللي بتطلع من عندنا من السويس. طبعا احنا عندنا في السويس هنا بنعشق حاجة اسمها سريديا. طبعا دي السريديا، ده شكل السريديا بتاعتنا اللي بتطلع من السويس، ودي احجامها حاجة بسم الله ما شاء الله. دي يعني من اكتر المأكولات اللي هي بتبقى عشق للسويس. طبعا دي السردة دي بيبقى من في داخلها في بعض الاحيان بنلاقي لؤلؤ. شكل السردة بتاعتنا. طبعا في بقى حاجة مشابهة للسردة اسمها طماطم، اللي هي دي طماطم البحر، دي شكلها. في نوع تاني منها اسمها طماطم عرف الديك، معايا واحدة منها هنا اوريها بقى اهي. دي طماطم عرف الديك، دي بيبقى شكلها بتبقى شكلها شكل هرمي شوية كده، تبقى فيها شبه النص دايرة كده مش مدورة بالطريقة الكاملة. يبقى دي طماطم عرف الديك، ودي طماطم شيل، ودي السريديا. طبعا احنا هنا في السويس بنعشق حاجة اسمها سريديا، ومن اجود الحاجات اللي ممكن تاكلها في السويس عندنا اللي هي الطماطم والسريدي. طبعا دي ممكن تسلي على البخار وممكن تشوي. طبعا حاجات دي الصدفيات معروفة، اللي هي الصدفيات دي معروفة بان هي غنية بالفسفور. دي بتبقى الفسفور بتاعها عالي جدا. طبعا ما تنسوش الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.